انعقد اليوم الاجتماع الرابع للجنة المعنية بالتعامل مع بعثة الأمم المتحدة، وتناول هذا الاجتماع تقرير عن مؤتمر باريس حول السودان وما تم فيه ورأي الدولة حول المؤتمر ومخرجاته والمتابعات التي يجب أن تتم تعزيزا للإرادة الوطنية. وأيضا تناول الاجتماع أهمية إبراز الإحصائيات للعون الإنساني الذي تم في السودان ونقاط الضعف وتنشيط الجهد الدبلوماسي في المحطات الدبلوماسية المحورية. تناول الاجتماع أيضا نشاط فريق خبراء القرار 1591 وما تم ويتم في هذا الشأن وجهود المنسقية الوطنية في المتابعة. أيضا تم عرض الخطة الإعلامية لاستخدام سلاح المساعدات الإنسانية وأي دعاوي أخرى. تناول الاجتماع بالتفصيل هذه الخطة من حيث الأهداف، من حيث المناشط، من حيث الجداول، من حيث الخطاب الداخلي والخطاب الخارجي، وإبراز بعض النقاط الحيوية خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات للطفل والمرأة والتركيز على قضايا الاغتصابات، تجنيد الأطفال واحتلال بيوت المواطنين، وأيضا قضايا ذات علاقة برأي الدولة في بعض النقاط المحورية فيما يتعلق بالتساوي بين المتمرد وبين سلطة الدولة وسيادة الدولة، وهذا الأمر لا يجوز. أيضا الخطاب الإعلامي يجب أن يكون في إطار أن الذي يود أن يصل للحكم عليه أن يختار تاريخ الانتخابات، وهذا هو الأمر المحور.